استلمنا اكثر من 153 قسم توسيعي اللي اليوم راكم لاحظتوا معنا في ابتدائيات 2 مناطق نائيه ريفيه او ما يعرف مناطق الظل، واليوم في متوسطه 4 اقسام اللي باش نخفوا من الاكتظاظ اللي كان موجود على مستوى هذه المؤسسات التربويه. وأن عندنا 941 مؤسسة ما بين ابتدائي ومتوسط وثانوي، منها 661 ابتدائي، كلها مؤسسات مهترية ضعيفة من حيث المساكة، من حيث الأبواب، من حيث النوافذ، من حيث التدفئة إلى آخر. التدفئة سجلنا عجز نتاع 341 مؤسسة غير مزودة بالتدفئة المركزية.